بسم الله الرحمن الرحيم. اسم كريم بدر الدين جلال. المهنة بائع الموز في سوق الجملة بمدينة سطات. الحمد لله، يعني التجارة ديال الموز يعني أي حاجة ماشي سهلة في هذا الوقت. بالنسبة للموز دابا كيخضع المراحل، فحنا يعني المكان ديال التسويق ديالنا هو مدينة أكادير. مكان التسويق ديالنا مدينة أكادير، كاين الغرب ولكن بحكم القرب الغرب دابا يعني الناس اللي كيتسوقوا هما الناس ديال الشمال والناس ديال الغرب بذاته وطنجة، يعني الأماكن القريبة. وحنا بحكم يعني القرب ديالنا من أكادير، وثم المسألة كتقتصر على جوج الحوايج، كتقتصر على يعني على القرب، كتقتصر على السيد اللي عندك في الثقة اللي غيشارجي لك هذه الفاكهة ديال الموز. لأن الموز عنده واحد الخاصية، يوميا كيتلاح ثمن موحد ديال الموز، وكتبقى المسألة مسألة يعني الجودة ديال السلعة. مثلا هاد الأيام كاينة 145 150 في الموز، ولكن إلا جات السلعة مليحة والسلعة يعني بالكاليبر اللي كيبغيه، يعني حتى كاينة واحد الخاصية في الموز. بالنسبة دابا للمدن ماشي بحال مثلا مشيتي مثلا القصار الكبير، ولا مشيتي مثلا لطنجة كيبغيو بنان غليظ، كيبغيو بنان عامر. جيتي للدار البيضاء النواحي ديالها كيبغيو بنان ميان، هوتي لمراكش كيبغيو بنان صغير. وسبحان الله، هذا ما كياكلوا سلعة هادو، هذا ما كياكلوا سلعة هادو. مثلا جيتي مثلا الموز مثلا مدينة سطات، وجيتي مثلا الموز غليظ وعامر ما ياخذوش، ولكن ديتي هاد يعني هاد الشكل اللي كيبغيو الناس ديال سطات، ديتي مثلا الناس ديال القصار والرباط وليه ما يقبلوش، ولا هبطي ايضا مراكش ما يقبلوش. وخلاص الى شي يعني المنتوج اللي كيبغي الناس ديال مراكش كيبغي بنان صغير. هذيك السلعه ديال مراكش حتى الناس في التسويق كيقولوا واش عندك سلعه مراكش، عندك سلعه الدار البيضاء، عندك سلعه مثلا الشمال. كل منطقه وكتاكل واحد 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 الكاليبر معين ديال الموس، وحتى المنطقه ما كت يعني ما كتسوق وما كتكونسومي يعني السلعه ديال المنطقه الاخرى. الحمد لله احنا بالنسبه لمدينه سطات يعني في سوق الجمله كاين يعني اخوان هنا عندهم ماكز يعني ديال الموز. الموز كيحتاج واحد لي شومبر فروه، يعني واحد البيوت ديال التبريد، فيه التبريد يعني كيكون عند سميتو لافابور الداخل، وكيكون الموتور على برا، وكيكون واحد البيت اللي مهيئ يعني اما من البانو، واما كدير واحد المساله ديال الفرشي وكيختار واحد سميتو. وكل بيت كياخذ واحد يعني واحد القيمه ديال المال باش كيطلع. فملي كنحطوا الموز اول ما كيجي كنحطوه كنعطيه واحد درجه الحراره، درجه الحراره ديال 14، كنطلقوا عليه البرد 14 درجه حتى كينشف هذاك البنان. فملي كينشف من نهار فما فوق كيولي يوميا هو يعني مهيئ باش 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 يعني يبدا العمليه ديال كنسميوها حنا عمليه التبخار. كنبخروا هذاك البيت باش عندنا واحد الغاز اللي في الموطه فيها واحد الغاز خاص كيطيب البنان. فكنطلقوا واحد 3 دقائق تقريبا على الغاز، وكنخليو هذاك البنان كيوصل لواحد 20 21 حتى 22 درجه. فالغاز يعني الخاصيه ديالو هو كيرطب البنان، ولكن يعني البنان ما كتصفاش يعني بالصاد، كتصفر بالبرد. فملي كيوصل لواحد 20 21 22 درجه يعني كنطلقوا عليه البرد، كنعاودو نهبطوه 16 درجه. هذاك البرد هو اللي كيصفر البنانه، والبنانه كتجي صفراء وكتجي قاصحه وكتجي مليحه. وبالطبع يعني هاد الموز هو عنده واحد الخاصيه ماشي بحال الفواكه الاخرى. هو كي يعني كيشمل واحد الرعايه من كيقولوا يعني واحد المثال، البنان بحال الدري الصغير، يعني ملي كيتزاد انت كتربي فيه. البنان ملي كيكون في لاصيره وملي كيبغي يخرج من لاصيره وكيتقطع، ملي كيوصل يعني كينضج وكيوصل كيبغي يخرج، يعني كنديروا ليه واحد، حتى السيد اللي كيقطع كيحط المنطه على كتفه، ما يحطوش البنان مباشره. وكذلك ملي كيجي في يعني في الشاحنه كيجي ملون في الكواش ديال البنان، لان اي يعني داك سميتو ملي كي يحتك مع بعضه البعض فكتولي واحد الطاش هو اللي كيبان في البنان، يعني ما كانش سميتو. ولكن احنا ديما احنا يعني في الشهر ديالنا من الشروط اللي كنشرطوا على مول الكاميو يكون عنده منطقه، اول شيء تكون منطقه جديده، يعني المنطقه كانت جديده ماشي بحال القديمه، ويكون عنده منطقه كثير، يكون عنده منطقه كثير قد ما كان منطقه كثير قد ما الموز كيكون يعني البنان كيكون ملوي وصمام، يعني كيكون ملوي ما كيعطيش واحد سميتو، ما كيعطيش هذاك الطاش. وثم يعني حتى الاخوان هنا ملي كيجي وكنحطوا البنان، يعني ملخص القول
كي يعني كيخضع لواحد خاصو واحد الرعايه خاصك تحافظ عليه الا بغيتي البنان يخرج بهذيك الكيفيه اللي كتشوفوا نتوما يعني في عند مول الكروسه ولا عند مول المحال ولا عند مول السوبر مارشيات ولا كذا يعني كيخضع لواحد المراحل. فالحمد لله يعني هادشي اللي قلنا وتما يعني ملي كيوجد الموز يعني بحال دابا مثلا دابا كيكون الحال باب كنحاولوا نخرجوا البنان صفر لان درجه الحراره اللي كتكون في البيت ديال 17 18 ما كتكونش برا دابا في الليل يعني كتبات 7 درجات 6 درجات فاذا خرجنا البنان باقي ما صفرش صعيب باش يصفر وربما حتى كيزرق ما كيبقاش يصفر. ولكن في هذا الحال البارد يعني كنخرجوا البنان تيصفر في البيت لان ملي كيكون مجموع في البيت ودرجه الحراره وحده البنان كيجي مزيان. ولكن في الصيف كيولي العكس كنخرجوا البنان باقي خضر. علاش؟ لان كيكون درجه الحراره في البيت 16 17 ولكن برا كاينه 30 كاينه 36 كاينه 40 يعني كيخرج باش دغيا كيصفر برا. وملي كنخرجوا راه كنعبروا ريجيم كيف غتشوفوه كيتعبر ريجيم كما كيجي وتما كيتقطع وكيتباع في الصنادق وكنعرضوا يعني كيجيو الناس يعني صباح كل السوق عندنا بحال 16 عندنا الثلاث والخميس والسبت والحد كيجيو الناس مع الصباح هنايا وكيتسوقوا يعني سميتو المنتوج ديال البنان. فبالنسبه للموز ملي كيدوز هاد على هاد المراحل كلها وكيوصل نسميو الموز يعني البنان يعني وصل اللحظه اللي غادي يخرج فيها ويتعرض في السوق فكيجي عندنا الخضار يعني المورين ديسير كيجيو كياخذوا ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 300 كيلو كاين اللي كيدير البنان مع جميع الفواكه وكاين اللي كيدير البنان بوحدو ف يعني حتى شي مهنه ما كتخطر من المشاكل شيء معروف فضروري من الايجابيات وضروري من السلبيات. احنا يعني في السوق ديما كتلقى اكراهات وكتلقى مثلا مشاكل مع الناس يعني دابا في سميتو حيت حنا سبحان الله يعني حنا مثلا دابا كندوينا على السوق الجمله ديال 16 فخاصو واحد شويه الرعايه من جميع الجهات يعني كاين شي حوايج هنايا يعني مثلا كيبقى مثلا الكروسيس الجمال مع الخضار مباشره حتى بالنسبه للمعامله ديالنا مع الناس ما عندناش واحد الضمانات مثلا يعني مثلا كيعطيك واحد الشيك ولا كيعطيك مثلا ولا كاين شي ضمانه ما تبيعوش مع الراجل وكاينه مشاكل. هذاك العيان عندنا في العام راه كتمشي لي 5 6 ملايين كتمشي لي تقريبا 5 المليون 6 المليون هذا كيدي 100000 هذا يدي 40000 هذا 60000 لان اكثريه التجاره عندنا حنا هنايا بالطلق. فسبحان الله بعض الخطرات كتجي يعني كتبيع مثلا نص بيت نص فياج ديال 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 في 5 طون مثلا الى ماشي مثلا ب 800 درهم ولا ب 900 درهم راه تقريبا واحد 40000 درهم 40000 درهم ما كتهودش معك حتى 5000 درهم في جيبك يعني اكثريه البيع كلها كاينه بالطلق تقريبا هنا في وحنا على حسب التجربه حسب الاقدميه كتكون واحد التصفيه ولا هذيك التصفيه ولا لا بدا كتخرج لك شي حاجه ايوا نطلبوا الله سبحانه وتعالى التيسير والتجاره لا بدا من البركه يعني التجاره الله سبحانه وتعالى من السلام والصالح علموا ابناءكم تجاره ولا هذه الاكراهات ولا كذا فما كيخش الخير لا بدا الله سبحانه وتعالى كييسر الامور وكيدير البركه ديالو سبحانه وتعالى. يعني الاثمنه ديال الموز خلال رمضان هو رمضان سبحان الله شهر مبارك وشهر ديال الخير والرزق ديالو هو خاص صراحه هادشي كنشوفوه يعني في ايام عديده وفي سنوات عديده رمضان البركه ديالو خاصه بوحده. فاحنا سبحان الله يعني جميع الناس جميع الحرفيين على الخضاره ولا مولين الديسير وجميع الحرفيين يعني كيفرحوا لهذا الشهر المبارك. فسبحان الله هذا العام يعني ديما كيكون واحد الصحوه ديال التجاره واحد البيع والشراء كنسميوه احنا بالدارجه ديالنا يعني وفي اللغه ديال التجاره كتسمى النوضه كنسميو ديك النوضه يعني ديال واحد النهار قبل رمضان وذاك اليوم ديال رمضان. فسبحان الله يعني هذه السنوات مؤخرا مابقاش هذاك الشيء اللي كنعرفو ولا بحال كنقولوا يعني ولو هاد العواشر ولو رمضان ولو كذا ولا سميتو حنا مثلا يعني البنان تقريبا دابا مؤخرا دابا واحد الشهر هو كيتسقط 240 و220 كيكمل ب 10 دراهم حيت حنا باش هذه يعني باش هذه بين قوسين باش نبينوا للمستهلك راه ماشي واحد الانسان الا باع البنان ب 10 دراهم هذا دليل بان البنان راه رخيص. لا البنان واحد السلعه اللي ما كتشدش واحد السلعه الا كان السوق ايام هي اللي كتحكم عليك ماشي انت اللي كتحكم عليها. تقدر السلعه انا مقيم عليا ب 90 درهم ولكن البيت عندي صفار الغد ما غيتزادش فيها الثمن غيتنقص فلقيت انا 90 درهم ولقيت قل في هذاك النهار كنبيعها كتقدر تخسر واحد القسط حيت الا خليتها زاد الغد غتزيد تخسر ما يمكنش غتربح لان السلعه ديال الماء المميزات ديالها اشنا هما خاصك تبيعها وهي باقه طريه باقه يعني البنانه كما كتشوفوا الان البنان دابا الان هو فيه خضوريه فيه واحد شويه خضوريه فالبنان ملي كيصفار اول حاجه كيزيد يكسر
وثاني حاجه ما كيبقاش عندك انت عاد تعلي واحد السلطان وخا تخدم لي على درجه وحده في البلد ما يبقاش يتحبس صافي كيمشي. وهذا دليل يعني بغيت نبين للناس يعني في الكروسه ملي كنسمعوا دابا 10 دراهم ولا قدام المساجد 10 دراهم ولا في سوق الحد هذا راه ماشي دليل على السلعه رخيصه، هذا دليل على ان السلعه يعني موجوده ولكن ما خرجاتش هذيك اليومين ولا ثلاث ايام قبل. فملي ما كتخرجش ما عندهم ما غيدير ليها، فما عليه الا يبيع ب 10 دراهم وبيع ب 180 وبيع ب 160 واخا نقيوم عليه ب 10 دراهم كيشوف هذيك السلعه غتدير ليه واحد 200 درهم و 300 درهم والا لا خلاها غتدير ليه كثر غتدير ليه كثر. فملي كيكون اقبال على السلعه وكتكون السلعه يعني هو دابا حاليا يعني الثمن اللي خاصو يتباع به الموز دابا حاليا هو 260 ريال باش هذاك السيد اللي غادي يدي السلعه قبل المارشي ياكل واحد شويه. البنان 9 دراهم ونص 9.25 9 دراهم يعني اللي كاينه في البنان وكاين حتى 9 ونص يعني الا بغى هذا الجماد ياكل واحد شويه لان تقريبا هذه بين قوسين يعني تقريبا من الصيف ولياه عاتي يعني جميع الناس اللي كيديروا التجاره ديال البنان ما كاينش شي كاينش شي ربح. يلا بنادم غادي كما نقولوا حنايا الله كيحسب له داك الشيء هذا اللي غادي بشويه يلا كيجي مع كيجي مع الفلوس قد قد. فالناس كتسنى هذه الصحوه ديال رمضان في هذه العواشر باش تخدم واحد الوقيت تبيع واحد جوج فايجات ثلاثه فايجات كيتنفع بهم الانسان. ولكن سبحان الله يعني مؤخرا ما بقاش هذا الشيء ولا رمضان كسائر الايام. هذا الشيء اللي كاين طلب الله تيسير.